عقد مجلس الشورى صباح اليوم جلسة حوارية برعاية معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، وذلك تحت عنوان التدابير التشريعية المطلوبة في مجال العدالة الرقمية، والتي تم من خلالها استعراض منجزات ونجاحات السلطة القضائية وما قامت به خلال الأشهر الماضية من جهود لتعزيز العدالة الرقمية والإجراءات التي تم اعتمادها للتسهيل على المتقاضين. للحديث حول أبرز ما دار في هذه الجلسة الحوارية يسرنا أن يكون معنا على الهاتف سعادة المحامية دلال جاسم الزايد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، رئيسة الجلسة الحوارية. بعد التحية أستاذة دلال، ما هي أبرز المحاور التي تمت مناقشتها وبحثها خلال الجلسة الحوارية والنتائج التي توصلتم إليها في ختام هذه الجلسة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أود أن أؤكد أن دعم جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الله يحفظه هو الركيزة الأساسية لدعم السلطة القضائية وكفالة حق التقاضي كمبادئ دستورية أساسية وما تحقق من إنجازات في المجال العدلي. نعم. وقد تحدث في الجلسة المتحدثين الأقابر كما تفضلت بذكرهم، حيث ناقشنا العدالة الرقمية وتطبيقاتها في المحاكم ودارة العدل والنيابة العامة، وأيضا ناقشنا ما تم اتخاذه من إجراءات ووسائل لإعمال مبدأ التقاضي عن بعد وآليات وضمانات العدالة الجنائية خاصة في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وناقشنا أيضا أودم التحديات والصعوبات وسبل التعاون بين السلطتين كل في اختصاصها لمواجهتها، خاصة أن تشريعاتنا البحرينية الحمد لله يعني أخذت بشكل مسبق بالوسائل الإلكترونية. نعم. والآن قدمنا وطورنا تلك الخدمات سواء في القضايا المدنية أو التجارية أو العمالية، اللي نفخر فيه أن مؤشرات البحرين متقدمة في الخدمات العدلية على المستوى الوطني والدولي، ونثمن فيه دور السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة. انتهينا طبعا ان لضروره ان تكون هناك مراجعه للمسائل التي تحتاج سن او تعديلات تشريعيه قائمه تكون بيننا على التشاور والتوافق بين السلطتين، سواء كانت تستهدف القوانين او اللوائح او القرارات، وايضا اهم شيء يمكن طرح اللي هي قواعد واحكام الاثبات الرقمي وكيفيه الاخذ في مجال المعاملات الالكترونيه بشكل خاص، وايضا استعرضنا بعض التشريعات الحديثه في الدول، ومنها ان ممكن كيف تكون المحاكم لدينا مهيئه بنظر قضايا الانترنت وحمايه المعلومات والبيانات. نعم. وان شاء الله سوف نعمل على نشر يعني تلك التوصيات والنتائج النهائيه المتفق عليها. واخيرا احب ابين ان بتوجيهات من رئيس مجلس الشورى معالي السيد علي بن صالح الصالح قريبا ان شاء الله راح نصدر مجموعه التشريعات العداله الرقميه في مملكة البحرين حتى يتم الاستفادة منها بإذن الله إن شاء الله. سعادة المحامية دلال جاسم الزايد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى رئيسة الجلسة الحوارية، شكرا جزيلا لك.